شو؟ هلا سؤال. سؤال؟ تفضلي. هو سألي. سؤال. سألي. ممنون. قديه بكفيك الراتب؟ قديه بكفيك؟ الراتب. هالسؤال لمين عم تسأليه يعني؟ لإلي أنا؟ حسب. حسب ال 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 هو مبلغ المدفوعات اللي علي يعني. هلا بيبقى في شهر أكثر من شهر، في شهر أقل من شهر، لما واحد بيعمل ميزانية بكفي الراتب. لآخر الشهر؟ بكفي، إيه طبعًا بكفي. لآخر الشهر؟ إيه ليش ما بكفي؟ أوكي. بالنسبة لكم أنتم ما بكفيكم. مين إحنا؟ الستات يعني ما بكفيكم. أنت بدك تدقفيني من أول الحلقة؟ لا بس معروفة. تعال أقول لك إذاً، تعال أقول لك حبيبي، نحن اللي بندبر. نعم. أنت اللي جنة ونحن البنا. انسى انسى. لا 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 لا، لا تنسى ولا انسى. هلا يا جماعة خلينا خلينا نكون واقعيين ونقارن بين مثلين. هلا في مثل بقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا متبعينه النسوان. وفي مثل بقول خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، هذا ما حدا متبعينه. ما حدا متبعه. هلا منشوف. والنبي الغالي ما حدا متبعه يا عمي. هلا طب انت قررت من راسك؟ لا انت قررت من راسك انه نحن اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. انتوا واضح انتوا كل شيء بيوصل لجيبتكم بيطير. مين قال؟ بيطير بيتبخر. يما 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 على الاتهامات الباطله من اول الحلقه. جهزوا اسلحتكم اعزائي النساء. حلقه ناريه بانتظاركم. هبوا واستعدوا. بلغت خلص شوي. خلص بلغت. رديت رقت الأمور. لا وين هدية تروق؟ الأمور. وين تروق؟ حط على النار بنزين لقلك. يلا نرجع على موضوعنا. وقديه بكفينا الراتب؟ على العالم عايشة على قد ما عم تقبض، ما هيك؟ طبعا هي معروفة منطقيا. كل يعني إنسان عايش على حسب المبلغ المادي، على قد بساطك مد رجلك. هيك ولكن مفروض. هل نحن راضيين؟ انسى راضيين. انسى قنوعين راضيين. قنوعين انساها. هل نحن عايشين على قد هالراتب ولا عم نتدين ولا حسب؟ هلا في مثل بيقول لك منتدين لنتزين. ايه بس في نقطه، في نقطه كثير مهمه. عم ننظر نحن للكماليات اكثر من الضروريات. مثل شو بالحياة. يعني هلا في كثير كماليات بالحياه، يعني في اشياء ما منكون بحاجه لها. يعني باخذ قرض لاشتري سياره احدث موديل وانا ما عندي قدره اني سد هذا القرض. مرات تليفون احدث موديل مثلا، قرض لنشتري تليفون مثلا ايفون 14 او 15 مشان انا قدام الناس احمل احسن تليفون. هلا عم نذكرهم نحن انه شهر 9. شوفي في 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 كثير اشياء اوقات نحن ما منكون بحاجه لها، منا ضروريه لنا. بس انه هيك منحب انه نتباهى فيها. نتباهى فيها مع انه يعني يعني الدنيا مش عم ترحم من المصاريف. يعني هلا انت ما لحقت تخلص من المدارس، رجعوا من اول وجديد. هلا عندك اقساط، هلا عندك مستلزمات. صحيح. عندك طلاب التوجيهي بدهم يفوتوا جامعات، عندك اقساط جامعه، عندك داخلين على شتويه اذا بيتك ناقصه شيء بالشتويه. يعني يعني المصاريف ما عم ترحم. أيوة. فأنا بستغرب. ولكن هل في أشخاص طالما المرأة كانت تلعب هي الدور الأساسي. لحظة شوي لحظة. أيوة. شوي ما تعصب. عم بحكي عم بحكي بكتير هدوء وبكتير منطق. نحن كنا عم نقول أنه المرأة كانت تلعب دور الأساسي بميزانية البيت. هي بتعرف يعني وما زالت يعني مفروض أنه يعني هالأمور كلها هيدي تكون عم تفكر فيها. يعني تعرف المال اللي بدها تجمعه لوين رايح يعني، عرفتي كيف؟ يعني انت بوجهة نظرك انه المرأة هذه الايام ما عم تلعب هذا الدور بميزانية المنزل؟ ما بعرف، بيقولوا لك انه مصرفة. مش على دمتي انا. مصرفة. يا عزيزي ايها الرجل، حابة خبرك بانه اليوم ست البيت قد ما بتقدر تدبر وقد ما بتقدر تزبط عم بتزبط. رح أعطيك مثال. الرجل اليوم أنا بتهمه هو بالإسراف وليس المرأة. المرأة أنا اللي عم بحكي عنها، الست اللي عم بحكي عنها هي السيدة المسؤولة. عم تحكي عن والدتك أنت. أنا بعرف. لا ما عم بحكي بس عن والدتك. كل واحد بيحكي عن والدته. يا عفو ربنا. مدبرة. يا عفو ربنا. يا عفو ربنا. رح يجلطني يا الله إذا انجلطت على الهواء بسببه. لا. يا جماعة الخير، أنا عم بحكي عن السيدات اللي ايه؟ فاتحين بيوت سواء كانوا عاملات أو ستات بيوت. اليوم عم نحكي عن الست يلي أول ما تجي الشتوية مثلا فرضا بتقعد بتتذكر ناقصها سجاد مو ناقصها في
شيء ضروري في شيء مش ضروري يلا مندبر حالنا، إذا الله يسرها منشتري، يسرها ما منشتري. إذا مثلا مونت البيت مو ضروري أنا أشتري هذا غالي، خلص بلا بصير بعمل بهاي بسوي بهاي. الست اليوم قد ما بتقدر إنها تدبر بالبيت من أكل من شرب من سجاد من كل التفاصيل، من حتى أدوات المدرسة. ماما شنطتك منيحة لساتها منيحة بتحملها كمان هذا الفصل، بلالك هلأ شنطة جديدة. أنت عم تجملي يعني؟ أنا عم بجمل لأنه الستات اليوم خاصة الستات اليوم لأنه ما حيتفاجئوا بالمبلغ اللي رح يدخل عليهم بالشهر، لأنه هن بيعرفوه كل شهر بيدخل هذا المبلغ. إذا زاد كتر خير الله، إذا نقص بدنا نمشي على أساسه. على كل حال هلأ اتهامات باطلة. هلأ أنت عم تحكي عن جزء من النساء ما في شك أنه مدبرات وعندهم ميزانية خاصة للبيت، ولكن عم نحكي بالإجمال يعني المرأة هلأ بهمها أنه كمان الميك أب وبهمها الكماليات كمان مثل ما بهمها مصروف البيت. يا عزيزي سترة. عزيزي يا إلي، اليوم الست اللي بتتمصرف بتكون عارفة أنه جوزها وضعه المادي ممتاز. أيوة. فبتتمصرف. مين قال لك هيك؟ أنا متأكدة ما في ست اليوم بتعرف إنه معاه جوزها مثلاً هال 600 ليرة 700 ليرة يلي يدوب يكفيها هي وولادها، والله رح تقطع اللقمة عن ولادها وبيتها وما تدفع فاتورة الكهرباء والمي وما تحاسب هون وما تدفع هون شان تروح تجيب لك علبة ميك أب إلي. ما في، مو موجودة هي.